أبدأ بشكركم جميعاً لتفضلكم لمشاركتنا في هذه المناسبة المهمة بالنسبة لي شخصياً، وأعتقد أنها مهمة بالنسبة للتاريخ العمل السياسي والدبلوماسي المصري لفترة دقيقة من فترات التاريخ في مصر وفي العالم العربي. حاولت قدر الإمكان أن لا أقول شيئاً إلا وهو مهم بوثائق. الحقيقة أن وزير الخارجية سامح شكري فتح لي ملفات كثيرة قديمة طلبت منه أني أطلع عليها مرة أخرى، فسهل هذا الأمر، وأنا أشكره شكراً جزيلاً على هذا التمكين اللي يخدم كيفية طرح التاريخ والعودة بالطارئ إلى مثالب موجودة في وزارة الخارجية وشهادات لمعاصري. سألتهم عن وقائع معينة وتفضلوا أيضا بتسجيل سردهم للأحداث، وبالتالي كان والوزير كثيرين تفضل لما يقرا هذا السفر الضخم، هيعرفوا قد ايه حركه التاريخ المصري واساسيات المسيره المصريه اللي برايي بنت في مزاياها في السنوات الأخيرة العصر الملك والسنوات ما بعد 1950. قال لي أنا هقعد وزير خارجية 10 سنين وعملها باليوم 15 مايو صح؟ قال لي أنا هقعد 10 سنوات ومش هزود عن 10 سنين لأني هيبقى هي دي الطاقة. والله تحققت هدف كان عنده طموح هائل يجوب البشرية جمعاء، وكان عارف الطريق بتاعه فين. أنا بحيي السيد عمرو موسى، بحيي كل الفرقة، بحيي كل زملائه وتلاميذه، وأعتقد إن سنة كتاب المذكرات يجب أن تسود الثقافة العربية، لأننا نسيب الناس تنتظر المؤتمر سبع أحداث في أحداث هامة، ويجب أن يكون هناك شاهد عيان على يكتب فيها ويقرر ما بشأنها. وأظن أن السيد عمرو موسى قد أحسن صنعا ومقابله فعل ذلك، الدكتور نبيل العربي والسفير أحمد أبو الدين والسفير عبد الرؤوف الريني. هذه الوسيلة من المذكرات الدبلوماسية تعطي الأجيال الجديدة صورة لما تم وما يمكن ان يتم.